آخر تطورات لقضية الصحفي السعودي جمال خشقجي، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول تركي رفيع المستوى قوله إن السلطات التركية ترجح نظرية مفادها أن جثة الصحفي السعودي جمال خشقجي المقطعة تمت إذابتها باستخدام حمض الأسيد داخل القنصلية السعودية أو في مقر القنصل العام السعودي القريب. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية إن الأدلة البيولوجية التي تم اكتشافها في حديقة القنصلية تدعم النظرية القائلة بأن جثة خشقجي تم التخلص منها بالقرب من المكان الذي قتل ومزقت أوصاله فيه. وأوضح أن جثة خشقجي لم تكن بحاجة إلى دفن. وكانت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول قد أعلنت أمس الأربعاء أن جمال خشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية من أجل القيام بمعاملات زواج بتاريخ 2 أكتوبر وفقا لخطة كانت معدة مسبقا. وبعد صمت دام 18 يوما أقرت الرياض بمقتل خشقجي داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه شجار، وأعلنت توقيف 18 سعودية للتحقيق معهم بينما لم تكشف عن مكان الجثة.